من الفريق مشيت للشباب. تصور احسن شو عملته في حياتي. انك خرجت من الكلوب. لا لا لا. دي الكلوب ماذا بيا نقعد فيها حياتي كامل. احسن شو اللي هي انا اخترت القروان باش نمشي القروان. عليه. رجعت الفورمه بون وقت. صحيح. كما يقولوا قروان راهي بلاد الكره، الناس تحب الكره وتشيخ تبدا تكور مرتاح تعمل جو، وان بليس مونترونور اللي نحترمه برشا ونوجه له تحيه ونحبه برشا سي مراد محجوب، لقيت راحتي، لقيت روحي، رجع لي لونفي نتاع الكره، لقيت ناس في قروان ناس حبتني برشا مالغري البدايه نتاعي كانت صعيبه، والحمد لله عديت عام كبير وندمت اللي خرجت من قروان الحقيقه. اللي مشيت للسونس ندمت معناها؟ علاش؟ ندمت برشا. ما كانش شوا غلط. مش جا الاسبيرونس جامعيه كبيره يعني الناس كل كاي جوار يحب يلعب في الترجي، اما انا بالنسبه لي انا كان شوا غلط برشا. في ال مش يعني الاسبيرونس كانت فيها افكتيف كبير والبلايص ما تنجمش تتفك بالساهل. في جويل 2010 غادي الاسبيرونس وقتها هذا تشامبيونز ليغ ولا قبل ولا لا لا قبل قبل العام اللي خسرنا فيه الفينال مع مازيمبي. ليكيب اللي فيها الدراجي والمساكني يعني كانت افكتيف كبير والبلايص ما كانتش ما يعني ما كنتش تفك بلاصتك بالساهل، جوارات باهين، ايكيب باهيه، لعبت شويه ما ثم برشا حاجات صاروا في الاسبيرونس. مع الساهل انا وقتها باهي من الحاجات اللي صاروا انه فوزي وقتها كان رافض جي فوزي بنزرتي كان مدرب. لا لا سالوه قال لي قال راني ما نجيب الجوار مانيش راضي عليه. كان راضي عليه ما كنتش نجم نتصور مع سي فوزي بنزرتي ما يلعبش واحد ماهوش راضي عليه. مش صحيح معناها. لا مش صحيح لعبت انت ما تحبش تحكي انا قاعد نخمن. الملاعبيه الكبار في الاسبيرونس رفضوك. لا. ما شنو الحاجات اللي صارت؟ لا 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 ما هذا اللي قلت لك من الحاجات اللي انا نتحمل مسؤوليتي فيها خاطر انا كي خرجت من الاسبيرونس مش امور كره. انا اخر ماتش لعبته مع الاسبيرونس كنت القروان ماركيت انا الدوزان اللي في الاخر هذاك. يعني هذاك اخر ماتش وهذاك الماتش تضربت فيه بعد خرجت من الاسبيرونس. انا خروجي من الاسبيرونس انا نتحمل فيه مسؤوليتي كامل. انت غلط معناها؟ انا كامل انا غلط. عليه. امور ديسبلين. انا البريود هذيك خرجت شويه على السكه يعني مش كذا ما يوم بليسي وعندي برشا وقت فارغ وكل خرجت شويه على السكه. صبوا بيك. رغم اني الحكايه هذه في الاسبيرونس رانا فيها 9 جواريت ولا 8 جواريت. هزيت انا الحكايه خاطر كل شيء يصير في داري يعني اللمه والقاعدين الكل في داري. ايه هزيت انا الفاتوره كل. جاو قالوا لك يزي وقصر الكونترا كيفاش بالضبط؟ يعني مشيت قالوا لي باش تخرج باش قالوا لي ما عادش باش تقعد معانا عطاوني بروبوسيون تاع جمعيه باش نمشي بري وقت بريود الثوره هذيك اللي توالت برشا الحكايه. انا ما حبيتش نمشي خاطر في البريود هذيك نحس في روحي يعني في نيفو نتاعي طلع في الكوره وحسيت روحي النجم الكور في اي جمعيه في تونس مهما يكون اسمها في البريود هذيك نتاع 2009 بعد عام القروي. ما حبيتش نمشي. جا سي نبيل معلول حابني نرجع في الجروب. واللي يحب يقول العكس هذا يتفضل يتكلم. حابني نرجع في الجروب. انا ما عادش نحب نرجع خاطر صحيح ما عادش ملي مشيت مانيش مرتاح جنبي. نحس البلاصه مش بلاصتي يعني ما نجمش نكون موجود غادي هلا غالب خاطر الكلوبيست هي ما احتراف برهان معناها والله احتراف ما ياسر صعيبه الحكايه. انا من برا نخزر لها سنه مثلا انا كي خذيت القرار نتاعي بالصح في الاسبيرونس ما خممتش بالعاطفه خممت في كاريري انا باش نقدم ونمشي. ما تحب ولا تكره الاسبيرونس ارمي لي جمعيه الكبار في تونس اي جوار في تونس راه يتمنى يلعب في الكلوب الاسبيرونس هذا سواء كان كلوبيست ولا مكشخ ولا ما هذا ريان هذا ريان. بعد ما مشيتش ما تعديتش الحكايه كي تحكي لي حكايه كيما هكا نتاع عدم انضباط برهان تنجم تكون ظلمت روحك كنت تعمل مسيره خير برشا وكنت نعمل خير برشا توا تندم بعد قداش من عام هكا ولا مش حتى بعد قداش من عام
بعدها هي بريود صغيرة يعني تحس روحك اللي ظلمت روحك وكنت نجم تعمل حاجات ما خير. تيش تاع صغر قايدوها على ذاك قايدوها على تيش تاع صغر كان. باهي شنو الفرق بين الاسبيرونس والكلوب؟ لعبت فيهم الزوز انت. والله شوف زوز جامعات كبار، الفرق الوحيد اللي انا ديما نقوله قلت قبل وديما نقوله هو الفرق في الاداره. النظام اللي في الإدارة نتاع الاسبيرونس هو اللي خلى الجمعية تهز في التترويات هذوما وكل. الكلوب أنا نتصور بالجمهور اللي عند الكلوب وكجمعية وكل شيء كان جاي عندها إدارة منظمة، ما نقولوش إنه منظمة برشا حتى 60% منظمة. راهي في التترويات وراهي تلعب في الأفريق. أنا نبهت جمعية فيها جمهور اللي عند جمهور نادي الفريق ماهيش قاعدة تهز في التترويات بالصفة ولا الاسم اللي اسم نادي الفريق. كانت نجم تكون خير برشا. انت لعبت فيها وتعرف من قريب شنو فما، علاش؟ ديما المشاكل موجود، نفس المشاكل من اللي انا وقتها في الكلوب التوا هما بيدهم من الاداره الفلوس. من الفلوس هي بيدها المشكله في الاداره، كل واحد يجبد للروح وما يخمم حتى واحد في الجمعيه، كلها راهو ثم برشا. انا قريب عارك بين المسؤولين في نفس الجمعيه. انا على الكوره مع اصحابي الكل كلوبستي يعني نقعد مع المسؤولين، نقعد مع الجواريت، نقعد نفس المشاكل، نفس الحكايات، الفلوس، كل واحد ما يحبش الاخر، هذاك صاحبه لازم يكون، هذاك صاحبه لازم ما يكون، هذوما هما المشاكل، هذوما الكل هما السبب باش خلاو الكلوب تهز شامبيونا بعد كل 5 سنين 6 سنين، اللي هو بالعكس كانت اللي جمعيه عندها جمهور هذاك الكل نورمالمون راهي كل عام مينيموم تيتر كل عام. وين خذيت حقك اكثر بالغين؟ والله جمعيات كل اللي لعبت فيهم بصور مش خذيت حقي يعني، حتى واحد ما عمل لي زي ثم حتى واحد جاء لعبني وانا ما نسقش نلعب في الجمعيات اللي لعبت فيهم الكل. كنت انا بارمي لي ميور في الجمعيات اللي لعبت فيهم الكل، بشهاده العباد وبشهاده المسؤولين وبشهاده الملاعبين اللي كنت معاهم. الحمد لله راضي على اللي عملته.